زيت الورد هذه زيت الاساسي ديال الورد، هذه هي حاجه الغاليه كاع في الورد. هي راه 5 طوان ديال الورد، 5 طوان ديال الورد الله كتعطيك اترو ديال الزيت ما بين 4 طن ونص حتى 5 طن على حسب. كاينين بعض المرات كيعطي الورد بالزيت، كاينين بعض الخطرات كيكون قليل الا ما شبعانش الماء ولا شي حاجه، ما تقدرش تحدد ديك الكميه اللي غتعطيك ايترو. هي الكميه كتروح ما بين 4 طن ونص حتى 5 طن. وبالنسبه للزيت راه كتستعمل هي الناس اللي كياخذوها من عندنا راه كيخدموا بها في لي بارفان في الروايح، وكاينين اللي كيخدموا بها في هادشي دا سميتو التوايات، كيخدموا بها في الادويه، كيستعملوها في الادويه. شكون اللي كياخذها بزاف؟ شكون؟ واش دول ولا من المغرب ولا لا؟ اكثريه هي كتمشي للجابون، الجابون اللي كتمشي ليه، وكاين عندها اقبال بزاف في الجابون. كاينين بزاف شويه كتمشي، كان شفتو شي شويه لفرنسا، كان شفتو شي شويه لبزاف دول اخرين، ولكن اكثريه كتمشي للجابون. الجابون فاش كيخدموا بها بزاف د الحوايج. وبالنسبه للثمن ديالها بشحال كتباع؟ الثمن ديالها راه كيتراوح دابا، هي كتباع على حسب المليم. بالنسبه للليترو دابا الثمن ديالها راه كيتراوح ما بين 17 مليون ونص حتى 18 مليون لتر. وبالنسبه للمليم حنا كنبيعوها بالمليم، اللي بغا ديطاي هكا كنحسبوها ب 225 230 المليم. الثمن ديال المليم راه ما تيكونش بحال الثمن ديال الا بغيتي تاخذ ايترو، ماشي بحال الا بغيتي تاخذ 10 ميل ولا 20 ميل. دابا هذه اللي قدامنا شحال فيها وشحال الثمن ديال هذه القريعه؟ هذه دابا فيها 25 ميل تقريبا، بديك تنحسبوها بديك على حسب، تنحسبوها بديك 500 و 5500 درهم حتى 6000 درهم.